وماكاليستر اوي 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 جول ماكاليستر وجول هدف التعديل لليفربول وراك وراك والزمن طويل ليفربول الصبور يفعلها ويسجل هدف التعديل بسم الله الرحمن الرحيم اسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا الافاضل اينما كنتم مرحبا اهلا وسهلا الى ملعب الألترافورد هنالك في مدينه مانشستر وديربي غرب بريطانيا الكبير هكذا يوصف وتوصف المواجهة بين مانشستر يونايتد وليفربول سواء كانت في الدوري أو في منافسات الكاس أو حتى في مسابقات أوروبية. اليوم مانشستر يونايتد السابقة سوضعه في الترتيب وينسى مبارياته السابقة على غرار فريق ليفربول خلف وان بيساكا الذي سيلعب في الجهة اليسرى ودالو أعتقد سيكون موجود على الجهة اليمنى. كرة ممتازة بينية ماينو وان بيساكا الكرة الأولى سهلة لكيلير. قلت مانشستر يونايتد في وسط ميدانه ماينو برينو فرنانديز كوت ماكتوميناي وثلاثي الخط الأمامي ماركوس راشفورد هولوند قبل كيلير تسترجع هنا عن طريق لويس دياز يحاول يمر تدخل من سكوت ماكتوميناي من الخلف وفي خطأ يصفر حكم المباراة جون بروكس في بالمان جارناتشو عرضية خطيرة سكول خطيرة جول رائع الكرة هذه من وان بيساكا للفريق المنافس يكون كبير سوبوتلاي وأونانا يستلم هذه الكرة والتسديدة الأولى للنونياس يغير تماما رائعة رائعة من أروع ما يكون نونياز لمحمد صلاح بيسراه الكرة مرت على يسار أندري أونانا كاد يأتي الجول الأول راشفورد راح ويلوند معاه راشفورد ما زال راشفورد رجع للخلف برونو فرنانديز ترجع لراشفورد مرة ثانية هاي الكرة جرناتشو با 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 جول سكوت ماكتوميناي جول لمانشستر يونايتد لعبة ولا أروع راشفورد سكوت ماكتوميناي يرافق الكرة في الجول هدف أول لمانشستر يونايتد الملعب ينفجر بصغاره وبكباره بنساء ورجاله هكذا هم عشاق المان 1-0 لإريك تن هاغ على يورجن كلوب البداية كانت من هنا من ماركوس راشفورد حاول يمر من أمام كوانسا لم يتمكن رجع لبرونو برونو رجع لراشفورد هاي لجارناتشو يسدد في كيلر أولولو ماكتوميناي يفتح مجال التسجيل لمانشستر يونايتد ويسجل أول أهدافه في الكاس أمام دفاع يتفرج على ماينو بيني هولوند وخطيرة دالو وجارناتشو جارناتشو والركلية لاعبو المان يطالبون بلمسة يد هاي اللعبة صلاح طلبها سوبوسلاي مازال سوبوسلاي على الجهة اليسرى روبرتسون رائعة من لويس دياز لأندرو روبرتسون الكرة مرت سلامات وراحت فوق مرمى الحارس أندري أونانا سوبوتسلاي كان عنده متسع من المكان ومتسع من الوقت وهي اللعبة وهي الكرة سوبوتسلاي في المراوغات سوبوتسلاي ما زال رجع للخلف جو أتمنى أنني أعلق يوما على هدف فرنانديز كرة داخلة خطيرة مرت سلامات حبي يرسلها مباشرة في اتجاه جرناتشو راح جرناتشو هولوند وضعية كان سوبوتلاي والحارس على الطائر مثلما جاء سوبوتلاي واندري اونانا يصد كرة اخرى هاي اللعبة وهاي الكرة الصد هنا ماكتوميناي وجارناتشو زاد في السرعة هربوا لسكوتلندي في خطأ نعم وبطاقة صفراء لأليكسيس ماكاليستير على هذا التدخل استلم من هنا لويس دياز رائع الكولومبي من امام ديوغو دالو فورد من امام صلاح يرجع للخلف لبرونو تسديدة بين احضان كيلير ماينو مازال راشفورد خطيرة جول
ما زال عند الكرة الآن التسديدة. الله الله رائعة من بعيد الكرة دي على برونو فرنانديش. اندو استرجعها, صلاح استلمها, صلاح خطيرة, اندو جول, اندو جول, اندو جول, اندو جول في الدقيقة 37 يفعلها الياباني, ولكن الحكم يشير لوضع التسلل من محمد صلاح لسوء حظ فريق ليفربول. كنت سأقول اي 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 صايد لمحمد صلاح. نعم هلا ما زالت النتيجة 1-0 عنده مع فيرجيل فان دايك. فان دايك كوانسا ساعدوا اللاعبين تاع ليفربول. هنا صارت المباراة تلعب في نصف ملعب. كوانسا راح, كوانسا دخل, كوانسا راح, كوانسا, كوانسا, عرضية خطيرة لويس وماكاليستر. اوي 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 جول ماكاليستر, وجول هدف التعديل لليفربول. وراك وراك والزمن طويل, ليفربول الصبور يفعلها ويسجل هدف التعديل في الدقيقة 44 من عمر الشوط. هاي الكرة وهاي اللعبة, وكأن ماكاليستر لوحده من تأكد بأن الكرة دخلت الشباك. كوانسا دخل, كوانسا مرر, لويس دياس لماكاليستر. بيساكا, وان بيساكا, وان بيساكا, وان بيساكا, لعبها من هنالك مع الحكم, خلى اللعب, الحكم خلى اللعب, توزيع الجول, 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 ونياز, ونياز, جول, وجول, وجول, وجول. ليفربول يفعلها بصراحة. كنتم ستتفوقون ب2-0, أنتم خاسرين بهدفين لهدف واحد. المنافس اسمه ليفربول, وما أدراك مانشستر يونايتد ينهار في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط. هكذا كرة ضيعها برونو, جو غوميز استرجعها, لويس دياس لنونياس لم يكن متسللا, وصلاح في المكان المناسب وفي الوقت المناسب وبالشكل المناسب يضيف الهدف الثاني لصالح فريق ليفربول. يزيد فريق ليفربول هدف ثاني في هذه اللحظات الأخيرة والأنفاس الأخيرة من عمر الشوط الأول. خلاص هرب يورغن كلوب إلى غرف الملابس. الحكم صفر ليفربول, متفوق 2-1 في سيناريو عجيب وغريب لا يحدث إلا هنا في الألترافورد في مدينة مانشستر. مجريات الشوط الثاني من مباراة المان أمام ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. كنا تركنا, حاول داروين, حاول داروين, يدخل داروين, نونياس, نونياس, العرضية, جول, جول, كادت تدخل, كادت تدخل هذه الكرة يا أونو. راشفورد وبرونو, راشفورد لبرونو, برونو, 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 يو يو هويلون دخل والكرة خرجت. صلاح مازال, صلاح يزيد, هاي الكرة, صلاح خطيرة, خطيرة, بابا بابا, يو يو ماكاليستر, ماكاليستر لتوبوتراي, توبوتراي, التسديدة, با 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 با, رائعة, رائعة من توبوتراي, ورائعة كذلك من أندر. محمد صلاح على الجهة اليمنى, صلاح يرفع كرة لم تمر, وتوبوتراي, هو خطأ, خطأ يصفروا, يعطيك البطاقة الصفراء الآن معناها حمراء, لو يخرج لك الصفراء الآن معناها حمراء يا برونو فرنانديز. ممكن يخدعهم ماكاليستر, ممكن يخدعهم ماكاليستر, لم تخرج ماكتوميناي. تعالوا مرة ثانية, الكرة من هنا ليوان بيساكا, جو غوميز, الحكم يحتسب خطأ ضد جو غوميز وبطاقة صفراء على جو غوميز. بعد ذلك ماكاليستر, ماكاليستر ممتاز, الكرة هذه لدانوي, نونياز, نونياز, اوي 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 اليوت, 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 والكرة في الركنية, كاد يفعلها. خمسة من أمام اثنان, خمسة من أمام اثنان, خاكبو جول, خاكبو جول, خاكبو جول, خاكبو جول, إليوت جول, إليوت جول, إليوت جول, إليوت جول, أوي أوي أوي, ما زال الكرة برادلي, برادلي, برادلي لإليوت, وماينو يدخل بروعة, ماينو بروعة, ثم برونو يتمكن من هذه, خاكبو من هنا, إليوت لوسط, خاكبو, الهولندي استلمها, خاكبو, التوزيع, والكرة في الركنية بعد التدخل من ليندلوف, ركنية أخرى لصالحي.
واحد من هنالك عن جارناتشو، ما زال برونو فرنانديز، هرب جارناتشو، كرة بعيدة لراشفورد متسلل تسترجع من سكوت ماكتوميناي، ماكتوميناي ما زال ماكتوميناي ضيعها، راحت من هنالك في اتجاه أنتوني، أنتوني على الجهة اليسرى لجارناتشو، جارناتشو 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 أنتوني 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 جول. هذه هي الروح التي حدثتكم عنها، هذا هو مانشستر يونايتد، كرة واحدة لعبة واحدة ثانية واحدة كرة واحدة وهدف جول. المان يعدل النتيجة في الأنفاس الأخيرة، يفعل أنتوني جول ويعيد الروح لوجوه ونفوس جماهير مانشستر يونايتد في الأولد ترافورد. هكذا هي المتعة، هكذا هي السر، هكذا هي اللعبة عند المان. كرة ميتة تقريبا استرجعت من هنا من سكوت ماكتوميناي، تعبان وتعيس سكوت، استلمها أنتوني مررها لجارناتشو، هل كان في وضعية تسلل أم لا؟ جارناتشو رجعت لأنتوني، أنتوني باليسرى استلم وباليمنى ضربها. خاكبو 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 مسألة إليوت، إليوت وخاكبو، إليوت إليوت الخطورة ما زال. إريكسن إريكسن يرفع كرة خطيرة، راشفورد بابا خطيرة، يا راشفورد سقط الملعب كله، ملعب أولد ترافورد كله يسقط على الأرض. مانشستر يونايتد ليفربول، الوقت الإضافي مازال والمتعة مازال، نلتقي بعد حين، سلام. يعطي إشارة انطلاقها جون بروكس، صعب جدا توقع وتصوصت برونو، كرة ممتازة لي أنتوني 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 مرة ثانية، كرة ترجع مرة ثانية هنا لخاكبو، رأسية ماكاليستير هنا، أنتوني مازال أنتوني، التسديدة منه ثم ديالو، ديالو خطأ ضده، ديالو خطأ ضده، يصفر حكم المباراة. غارناتشو 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 خطيرة، با 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 ليندلوف كاد يسجل. إريكسن برونو فرنانديش، برونو فرنانديش كرة بعيدة لراشفورد، هرب مش متسلل، راشفورد 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 مرة ثانية، وضعية تسلل يشيلها الحكم من ماركوس راشفورد، انتهى حتى تنتهي اللقطة. نعم نعم كان في وضعية تسلل ماركوس راشفورد في هذه ليفربول بتشكيلة ثانية، ولكن نحن في نهاية موسم والجهد البدني المبذول، وإليوت إليوت بابا جول، إليوت 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 وجول، استلمها وسددها، ضربت في هاري ماغوير ودخلت. الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول من الوقت الإضافي، يفعلها ليفربول ويفعلها إليوت، 3-2 صارت النتيجة، وما زال سنشهد العجب في الربع ساعة الأخير من عمر المباراة. كلوب يقول الآن أغلقوا في الخلف، صعب أنهم يغلقوا في الخلف، هاي الكرة وهاي من هنالك أبريكا توصل لجارناتشو، لحية راشفورد راشفورد، مرت سلامات هذه الكرة من ماركوس راشفورد وراحت في التماس. 120 دقيقة إثارة، 120 دقيقة خمس أهداف، 120 دقيقة تنافس، 120 المان سيخرج كل ما لديه، هل بإمكانه أن يعدل أم ليفربول يستثمر في الفراغات ويضيف؟ أبو صابو تخرج بقات الآن، أوه كرة خطيرة كرة خطيرة، ماكتوميناي 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 خطيرة، جول 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 راشفورد، جول المان يعود بسبع أرواح، يفعلها ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد يعدل النتيجة 3-3. بالله عليكم هل شاهدتم مباراة مثل هذه؟ بالله عليكم هل تدركون هذا الذي يحدث الآن في هذه المباراة؟ ماكتوميناي يسترجع مررها، راشفورد على الطائر اضربها على يسار الحارس كالير وسجلها، 3-3 صارت النتيجة الآن، ماكتوميناي هو الممرر وراشفورد هو المسجل، راشفورد هو المسجل. لو مانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة، يا ريت لن نذهب إلى ركلات الترجيح، يا ريت لن نذهب إلى ركلات الترجيح، لأنه خسارة أنه واحد من الفريقين يخرج بهكذا الشكل في 120 دقيقة. راشفورد غرناتشو راشفورد، الجول الجول يا راشفورد، وغرناتشو راشفورد خطيرة، غول ماكتوميناي كاد يفعلها ويمنح
التفوق للمان. هايلة اللعبة وهايلة الكرة وهايلة التمريرة. راشفورد لسكوت ماكتوميناي وماكتوميناي كاد يفعلها. هو مازال خطفه تيميكاس مرة ثانية. تيميكاس أرضية بين أحضان أندري أونانا يتمكن من هذه وفعلها تيميكاس. يرفع الركنية فان دايك وماكتوميناي رجعت لإليوت والهربة من هنالك. راح غرناتشو غرناتشو ديالو ديالو لا لا صغير. والولد يبكي والرجل يبكي والمرأة تبكي. هكذا هو مانشستر يونايتد يفعلها. ديالو هرب غرناتشو مررها لديالو. ديالو يدخل التاريخ ويؤهل مانشستر يونايتد في الأنفاس الأخيرة إلى الدور النصف النهائي. ديالو 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 جول 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 جول. هاي الكرة وهاي اللعبة. وين رايحين يا عناصر ليفربول؟ وين وين انتم متعادلين؟ هرب غرناتشو استرجعها ديالو. المشاهدو خروج بالكره من كوانسا. الحكم يصفر والمان يتاهل للمباراه النصف النهائيه من كاس انجلترا. ويرجن كلوب يخسر مهرجان كروي كبير جدا سيناريو هيتشكوكي في هذه المباراه. بدا المان متفوقا، عاد ليفربول متفوقا ب 2-1. عدل في الدقيقه الاخيره فريق مانشستر يونايتد.